اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا احنا ما يتعلق ب الغربال، بدانا نبص على احصائيات نهائي دوري ابطال افريقيا، ووقفنا عند بعض النقاط بمنتهى الموضوعيه والامانه. ليه انا بقول لكم المقارنه مهمه جدا؟ بحثا عن فكره هي الجداره كانت عامله ازاي؟ هو الاهلي توج باللقب ده ازاي؟ هو ايه الفرق بين اللعب والاداء؟ واللعب كان عامل ازاي؟ رجعنا بمقارنه بسيطه يا باشمهندس لاخر مباراتين قبل المباراه النهائيه اللي خسرهم الاهلي. اللي خسرهم الاهلي، كسبهم الزمالك. اذا الاهلي كسب دوري الابطال، لعب بالشكل اللي انتم شفتوه وبالارقام اللي هي عرضناها على حضراتكم. كانت ايه قبل كده؟ مباراه السوبر، ركلات الترجيح. المباراه انتهت بالتعادل، لعب الفرقتين في ابو ظبي ركلات الترجيح، فاز بيها الزمالك. نسبة الاستحواذ وقتها والأهلي خسران 51% والزمالك 49%، يبقى الأهلي كان الأكثر استحواذا. إجمالي عدد التسديدات، الشوتنج على الجون في مباراة انتهت بالتعادل، الأهلي سدد 17 كرة والزمالك سدد 5 كور فقط. متخيلين حضراتكم الفرق؟ 7 مقابل 15. التسديد 17 مصادر مقابل 5. ثانيه واحده، الجدول اللي فوق، الجدول اللي فوق بتاع السوبر اللي بتاع ضربات الجزاء، ده السوبر. طيب لا السوبر. انت انا بتكلم على السوبر يا باشمهندس. ال 17 5 ده في الدوري يا باشمهندس. السوبر المصري 17 5 17 5 تسديدات. الاهلي شاط 17 كوره والزمالك سدد 5 فقط. بين القائمين الاهلي سدد 3 والزمالك سدد 2. الاثنين ما فيش دقه عاليه قوي. التسديد داخل منطقه الجزاء في مباراه انتهت بالتعادل، الاهلي شاط من جوه ال 6 يارد 9 تسديدات، الزمالك شاط واحده بس دخل مرمى، دخل صندوق الاهلي مره واحده. تخيلوا عشان نشوفها بس الفرق كان عامل ازاي. فرص التهديف، الاهلي في هذه المباراه اللي انتهت 0-0 في ابو ظبي، الاهلي كان له 7 فرص تهديفيه والزمالك له واحده. اجمالي عدد الهجمات، الاهلي كان له 64 والزمالك له 37. نسبه الهجمات المكتمله كانت للاهلي 27% وللزمالك 24%. التمريرات العرضيه 34% للاهلي و11 للزمالك. ليه 34 تمريره؟ 34 تمريره لانه ريني فايلر دي كانت طريقه لعبه. هيختلف الامر في الكرات العرضيه عن بيتسو موسيماني، دي مدرسة ودي مدرسة. إجمالي عدد التمريرات، الأهلي كان له في المباراة 366 تمريرة والزمالك كان له 399 تمريرة. دقة التمريرات كانت الأهلي دقته أعلى 83.8 والزمالك كان 81.4. هذه أرقام. والكورنرز كان 3-3. هذه أرقام مباراة لم يفز بها الأهلي ولم يخسرها في ميعادها الأصلي، ولكن خسرها بضربات الترجيح. ايوه. اذا هنا بقى لو هنتكلم بقى هنتكلم نقول استحواذ ولا نقول فعاليه ولا نقول اصل احنا استدرجناه كل اللي احنا عايزينه، ولا هتلاقي كلام يتقال. لكن خسرنا الماتش، سكتنا. سكتنا، ما قلناش ده احنا لعبنا وراح مننا الماتش. وعلى فكره كل الماتشات اللي انت خسرتها بضربات الترجيح مشيت بالسياق ده، بس بعضها كان ليك ضربات جزاء كمان فيها. ايوه. طيب تعالى بقى الماتش الدوري اللي انا مذهول جدا اللي اعتبروه اهم ماتش في الموسم، يعني تعامل النقاد مع ماتش الدوري ده كما لما يتعامل مع ماتش نهائي افريقي خالص، من حيث الاهتمام ومن حيث تفخيم الفوز وتسفيه الهزيمه، ولدرجه ان يعني اطاحوا فنيا بفايلر تقريبا في هذه المباراه. تعال نشوف ارقامها. احنا خسرنا المباراه دي 3-1. الاستحواذ للاهلي في هذه المباراه التي خسرها الاهلي 3-1، 57 للاهلي 43 للزمالك. 57 فرق 14%. وانت خسران 3-1. هنقول استحواذ ظاهري بدون فاعليه ممكن. اجمالي عدد التسديدات 26 للاهلي 9 للزمالك. 26 ل 9.
يا الطف الله. داخل منطقة الجزاء 17 للأهلي 5 للزمالك. بين القائمين والعارضة 7 للأهلي 5 للزمالك. الفرص التهديفية الأهلي 9 فرص الزمالك 5. إجمالي عدد الهجمات 55 للأهلي 29 للزمالك. نسبة الهجمات المكتملة 44% للأهلي 31% للزمالك. عدد التمريرات العرضية برضو فايلر 33 تمريرة عرضية مقابل 9 للزمالك. إجمالي عدد التمريرات 358 للأهلي 305 للزمالك. نسبة دقة التمريرات في المباراة التي خسرها الأهلي 3-1 83.5 للأهلي 73% للزمالك. عدد الركلات الركنية 6 للأهلي 2 للزمالك. ولا رقم راح، يعني 6-2 مش 6-1. ولا رقم في هذه المباراة ما كانش لصالح النادي الأهلي. وخسرها الأهلي 3-1. طبعا ناهيك ان كان ليك ضربة جزاء مؤكدة لوليد سليمان وواضحة لوليد سليمان، والنتيجة 2-1. اتكروتت بالكرواتي. واخد بالك؟ ادي مباراة خسرها الأهلي واحتفى بها كل النقاد وتحدثوا عن مباراة لن تحدث فارق في الدوري، لن تؤثر على مسيرة النادي الأهلي في الدوري، ولن تؤثر على موقف الزمالك في الدوري، ولم تؤثر على أي شيء. لم يكن الأهلي في هذه المباراة عنده حتى رغم كل السيطرة دي أنه يعني مش هقول مش مهتم، لازم يكون مهتم، لكن تأثير هذه الهزيمة على الأهلي من ناحية الموضوعية ولا حاجة.